باعوا لي اخوان راح اعطيكم اياها بالارقام والتفاصيل لان هاي بيها تحدي. شاحن دبل تايب سي من ماركت يوكي قدرتها 35 واط. من هذا الموضوع لا تخافون، هي شوف جهازك ايش قد يريد 20 18 5 هي تنطيه، بس حدها الاعلى هو 35 واط. اكيد الماركه ضمان سنه. هذا هو الشاحنه مثل ما تلاحظون، ويجي وياها كيبلها اللي يكون منفذه تايب سي بلايتنينج لان هي اصلا تجي دبل. بالنسبه للشحن اقول لكم شغلتين مهمه لازم تخلوها ببالكم. اذا جهازك يريد يخلص شحن بجو ال 20% ب7، فاي شاحنه تخليه راح تشوف الشحن ما حلو. فجربوا الجهاز بشحن 20%، لاحظت بكل دقيقه حبايتين الى 3 يصعد. هذا احنا نصينا الفاست شارج، لاحظت انه الجهاز يشحن بصوره سريعه. وجربوا الجهاز عبر ال 70، لاحظت كل دقيقه ونص تصعد حبايه. فاني شفته بهذا الشيء جدا رائع وجدا روعه، وماركت يوكي بيها ضمان سنه. وللتاكيد اخوان مكتوب بالموقع الرسمي، اذا ربطت جهازين ترى كل واحد ينطيك 18 واط، بس اذا ربطت جهاز واحد تنطي 20 او حسب طاقته، بس بصوره عامه تطير فاست ال 20. بسوي لكم بها عرض منافس، فشي كلش حلو. دائما اسوي لكم عروض ان شاء الله. عندي توصيل كل العراق 4 بغداد 6 محافظات. الحجز ارسل سهره رسمي على واتساب تدلون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اتشاندتش. هذه مسوي بها عرض ب 25 ألف كيبل وشاحن دبل 35 واط.